نادم 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 يا مناد نادم يا مناد نادم نادم وزيد نادم نادم ضد القهرة نادم ضد الشفرة نادم ضد الحجرة نادم ضد الغلاء نادم ضد نادم نادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معنا متابعينا، هذه وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار هنا بالعاصمة العلمية مدينة فاس، بعد هذه الموجة ديال غلاء الأسعار. كما كتشوفوا معنا متابعينا، الذين سافروا من اجل هذه الوقفه الاحتجاجيه. تحيه لكل المناضلين والمناضلات، اتحاد وطن الشغل المغرب. تحيه للقياده الوطنيه التي ابت الا ان تساهم في هذه الوقفه ضد ارتفاع الاسعار، ضد الغلاء، ضد الفساد، وهي استمرار للنضال الذي رسمه المكتب الوطني ودشنه بوقفه احتجاجيه امام البرلمان. لكل هذا وطبيعة العمال والمناضلين، يحضر معنا ممثل القطاع الخاص بالجهة الأستاذ خالد الغرغري ليتكلم لنا عن ظروف هؤلاء، لا أقول المهمشين وإنما المسحوقين. فليتفضل الأخ خالد الغرغري لإلقاء كلمة تتكلم عن ظروف القطاع الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه هي الوقفة الاحتجاجية هنا صباحة هذا اليوم الأحد متابعينا بساحة فلورنس. كما كتشوفوا كاين مسؤولين نقابيين ديال إحدى النقابات، وكاين أيضا مواطنين اللي كيحتجوا على الأسعار. أنا معركة إلى الأمام، ولا تراجع للسلام. أنا معركة إلى الأمام، ولا تراجع للسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين.
الإخوة أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل المغربي، الأخوات والإخوة العاملات والعاملين، المستخدمات والمستخدمين، الشغيل عبر ربوع الجهة، الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلاقا من المسؤولية التاريخية للاتحاد الوطني للشغل المغربي وتفعيلا لأدواره الدستورية والحقوقية، فإن الاتحاد الجهوي يخوض هذه الوقفة الإنذارية، وذلك في إطار الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وعلى تطهور القدرة الشرائية وعلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم. الوقفة ما زال مستمرة متابعينا إلى مباشر آخر إن شاء الله، ما زالين معكم في هذا البث الحي هنا من مدينة فاس بخصوص وقفة غلاء الأسعار بالعاصمة العلمية للمملكة. متابعينا مرحبا بكم في مباشر اخر هنا من العاصمة العلمية للمملكة. كما كتشوفوا معنا يعني وقفة مازال مستمرة لغلاء الاسعار هنا بمدينة فاس.
الاجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة هذه الاجواء هنا بالعاصمه العلميه متابعينا مدينه فاس. كنشوفوا معنا وقفه مازال مستمره ضد غلاء موجه الاسعار الى مباشر اخر ان شاء الله.